اللف ده خلونا نروح لنقطة تانية، وبما اننا بقى في فترة البركاتو والكلام هيكون فيها اكتر عن مين رايح فين واهتمام اكتر بعملية الانتقالات للاعبين في كل بقى الاقسام، خصوصا كمان الدوري الممتاز اندية القمة وبيجي فيه مقدمتهم طبعا القطبين بجانب بيراميدز وفيوتشر واندية كتيرة اصبح عندها العنصر الاساسي دلوقتي في الكورة وهي المادة اللي ممكن تكون بتخليهم قادرين يتنافسوا مع اندية الاهلي والزمالك في الفترة الاخيرة. فخلينا كده نفكر الناس بعدد من لعيبة القطبين بالتحديد اللي لعبوا وتألقوا مع الاهلي والزمالك وكان انضمامهم من أندية في القسم الثاني. الحقيقة هي يعني سجل كبير جدا من اللاعبين اللي حظوا بفرصة وقدروا يستجلوها بعد ما كانوا بيلعبوا في دوري القسم الثاني. نفتكر معاكم مثلا مصطفى فتحي، واحد من نجوم المسمى المصرية حاليا وأبرز نجوم نادي بيراميدز في التوقيت الحالي، لعب وتألق بقميص نادي الزمالك لفترات طويلة، سجل أهداف مميزة وعمل أسيستات مميزة جدا ولعب فترة في الدوري السعودي لنادي التعاون كمان. حقيقة مصطفى فتحي كانت بدايته في نادي بالإيس، وكمان الناس يعني فاكرة ان الكابتن محمد صبري هو اللي جاب مصطفى فتحي في عام 2013 وكان عنده وقتها 19 سنة ولعب بشكل أساسي في صفوف الزمالك وأصبح لقبه حبة الكريز، كل الناس أكيد عارفة يعني التعليقات اللي دايما بتكون بترتبط باللاعبين والألقاب بتاعتهم. فمصطفى فتحي امكانياته الفرديه وتركيزه وبرضه من اللاعبين اللي احنا نقدر نقول عليهم تصريحاتهم قليله، مشاكلهم قليله، بيلعب كوره في الملعب وما تعرفش كده الدوشه اللي ساعات بنشوفها حوالين لاعبين كتيره مش مصطفى فتحي، زي ما كنا بنتكلم يعني من ايام قليله عن محمد عبد الشافي ازاي في اجماع على حضوره داخل الملعب واخلاقه خارج الملعب وان مفيش دوشه كتير ولا رغي كتير. مصطفى فتحي يعني عنده هديه السمه واعتقد دي بتساعده في اوقات كتيره جدا، ممكن يكون بيحصل اصابات، ممكن يكون بيحصل تغييرات فنيه، ولكن تحس ان هو كده ايه مركز وفي حاله مش بيتكلم كتير، فبالتالي مفيش تشتيت قوي حواليه. مصطفى فتحي طبعا واحد من نجوم نادي بيراميدز نادي الزمالك سابقا وعنده مشوار كان احترافي في الدوري السعودي وطبعا مع منتخبنا الوطني، نتمنى له كل التوفيق في الفتره اللي جايه. كمان من نجوم القسم الثاني اللي لعب وتالق بشكل كبير مع القطبين هو المدافع ياسر ابراهيم، واللي لعب وتالق بقميص نادي الزمالك مع جيل عمر جابر ومحمد ابراهيم، بعدها لعب للنادي الاهلي وحقق معاه كل الالقاب المحليه والقاريه بما فيها طبعا بطوله الدوري اكتر من مره، دوري ابطال افريقيا كمان اكتر من مره، ونفس الموضوع لبطوله كاس مصر وكاس السوبر، وسجل كمان في نهائيات كاس العالم للانديه في مباراه الهلال الشهيره. ياسر بدايته كانت في نادي المنصوره واللي طلع لينا منه نجوم كبار جدا جدا، كان ابرزهم طبعا عمرو زكي في بداية الألفية الجديدة واللي لعب للمنصورة وهو من نجوم منتخب الشباب وسجل وتألق مع الكابتن حسن شحاتة مع منتخب الشباب، وفي عام 2003 لما كان لعب في نادي المنصورة. ولو اتكلمنا عن المنصورة الكلام يعني هيطول جدا لأن المنصورة طلعت نجوم كتير وكبار سجلوا حضور عظيم في المسابقه المصريه، كان ابرزهم وليد عبد اللطيف هداف نادي الزمالك وابراهيم صلاح، تامر عبد الحميد، محمود كمونه، وقبلهم اكيد نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الظهير الايسر العصري جدا كابتن ياسر ريان. نجوم كتيره جدا حدث ولا حرج خرجوا من المنصوره. وهنتكلم عن نجم تاني ظهر وتالق مع نادي في القسم الثاني وبعدها لعب بصفوف واحد من أندية القمة وهو النجم إبراهيم عادل نجم نادي بيراميدز الحالي والمنتخب الأولمبي واللي تألق بشكل كبير جدا مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة تحت 23 سنة، وكان أهم أسباب صعود مصر لدورة الألعاب الأولمبية اللي جاي بإذن الله في باريس 2024. إبراهيم عادل بدايته كانت في نادي المريخ البورسعيدي أحد الأندية في القسم الثاني وقتها، ولعب لنادي بيراميدز في عام 2018، وكان في بقى تدرج كده ما بين لعبه في الفريق الأول وأصبح حاليا من أهم النجوم المرشحين للاحتراف في أوروبا. فإبراهيم عادل من يعني النجوم اللي صدرها لينا دوري القسم الثاني، ف
لازم طول الوقت واحنا بنتكلم عن الميركاتو حتى بنبقى مهتمين جدا ان العيون والمسؤولين في الانديه الكبيره يكونوا بيبصوا على الدوري القسم الثاني وما يكونش دايما الاستسهال يلا نجيب نجم جاهز. ده كان بيحصل في السنين السابقه وكان بيبقى فيه اهتمام كبير جدا ان انت تبص على قطاع اللاعبين وشكل اللاعبين والمدربين الموجودين في القسم الثاني. فابراهيم عادل زي ما احنا شايفين على الشاشه سجل حضور مميز جدا مع نادي بيراميدز وكمان مع منتخبنا الاولمبي في الاسابيع السابقه. دوري القسم الثاني فيه نجوم كتير جدا يستحقوا النظر اليهم. ومن ابراهيم عادل نروح للاعب ثاني هنتكلم عنه، هو نجم النادي الاهلي ونجم نادي الزمالك السابق ولاعب منتخب مصر امام عاشور، واللي انتقل للنادي الاهلي في الايام اللي فاتت من نادي ميتلند الدنماركي. امام عاشور موهبه كبيره، ظهر مع نادي غزل المحله وظهرت موهبته بشكل كبير وهو عنده 18 سنه فقط، ولعب للفريق الاول وتالق مع الغزل وبعدها انتقل لنادي حرس الحدود ولعب معاهم في الدوري الممتاز في موسم 2018-2019 قبل ما ينتقل لنادي الزمالك واللي سجل معاه حضور هايل وتوج معاه باكثر من لقب محلي وقاري، منهم الدوري مرتين والبطوله الكونفدراليه مره والسوبر الافريقي وكمان كاس مصر، واخيرا وقع للنادي الاهلي علشان يبدا مرحله جديده في مشواره الكروي. اسماء كتيره من لعيبه القسم الثاني لو قعدنا نتكلم عن نجاحهم مع انديه الدوري الممتاز وظهورهم مع منتخب مصر بشكل رائع هنكون محتاجين الصراحه حلقات وحلقات، فهنقول سريعا اسامي لنجوم كبار. كابتن احمد الكاس النجم الكبير اللي لعب للنادي الاولمبي وكان واحد من نجوم منتخب مصر في كاس العالم 90، كمان الهداف عبد الحميد بسيوني واللي بدا مع كفر الشيخ وبعدها انتقل لنادي الزمالك وبقى هداف الدوري ولعب كمان لنادي الاسماعيلي، والنجم الكبير كابتن محمد بركات واللي بدا مع نادي السكه الحديد وبعدها انتقل لنادي الاسماعيلي وبدا مشوار عظيم جدا مع الدراويش، وبعدين قمه النجاح طبعا كانت مع النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني الاول. أسماء كتيرة جدا علشان كده بنتمنى أن يكون في نظرة منطقية شويتين من جانب إدارات الأندية على لعيبة القسم الثاني خصوصا في عملية الميركاتو الحالي قبل الدخول في مزادات كبيرة على نجوم الدوري الممتاز. بنقول ده ومعظم الأندية معظمها مش كلها طبعا في أشد الحاجة إلى المادة وفي أشد الحاجة للتوفير، أنت عايز تكون موجود وموجود بقوة وتنافس، ولكن في نفس الوقت المادة مش مساعداك أن أنت تكون موجود في الميركاتو وبتدفع فلوس كتيرة الملايين الكتيرة جدا. يعني لو بصينا هنلاقي معظم الأندية مديونة للاتحاد ومديونة لأندية تانية، هتلاقي في مشاكل وأزمات مادية كبيرة جدا جدا على الأندية، وإحنا بنتكلم بس على الكورة على قطاع الكورة، ولكن معظم الأندية دي عندها قطاعات في رياضات تانية كمان المفروض تكون بتصرف عليها وبتهتم بيها ومش الكورة بس اللي تكون واخدة كل الاهتمام. فبالتالي الضغوط على الإدارات كبيرة جدا، فرصة أن يكون في نظرة أعمق وفي محلها بقى ان احنا نكون بنستغل القسم الثاني بشكل افضل، فرصه للانديه وفرصه للاعبين. ادينا شفنا عدد من اللاعبين واحنا بنتكلم كده بشكل سريع، يعني مش بنقول كل اللاعبين، احنا بنقول لكم بعض من الاسماء، وشفنا ازاي فادت الدوري القسم الاول وكمان فادت منتخبنا الاول. فبنتمنى ان شاء الله الادارات تكون بتكرس شويه من وقتها ومجهودها في الميركاتو ده، ان هي تبص على قطاع القسم الثاني كلاعبين وكمدربين وقطاع طب كل حاجه، يعني كل منظومة فيها محتاجة ان احنا نكون بنبص ليها ونشوف مين يستحق فرصة في الممتاز. كل التوفيق اكيد لكل الادارات في الفترة اللي جاية ولكل اللاعبين. ومن هذا الملف المتعلق بالميركاتو اللي اكيد لسه على مدار الاسابيع اللي جايه هنكون بنتكلم وبنتناقش مع حضراتكم في اكتر من موضوع عنه، لانه لسه السخونه وكل الاحداث المتعلقه بالاسماء اللي هتنتقل هتكون بتزداد في الاسابيع اللي جايه. نروح لموضوع تاني سريعا كده. اول امبارح امريكا كانت بتستضيف مباراه الكلاسيكو الاسباني اللي جمعت ما بين ريال مدريد مع برشلونه، زي ما شفنا انتهت بفوز البارسا بثلاثيه بعد يعني تعاطف كمان من القائم والعارضه مع ريال مدريد، ممكن يكون في ثلاث هجمات كان ممكن تكون كمان النتيجه اقوى واعلى بالنسبه لفريق برشلونه. الفكره بس اللي حابين نتكلم عنها ان احنا بنتمنى في ظل اهتمام
يعني الدولة المصرية طول الوقت ان يكون في تدعيم في كل المجالات ومن ضمنها طبعا المجال الرياضي، وشايفين ازاي الاهتمام بصناعة الكورة وبصناعة الرياضة بشكل عام على مدار الفترة اللي فاتت اصبح في تطوير كبير جدا. بنتمنى ان شاء الله نشوف مصر بتنظم ماتشات ودية زي دي للفرق الكبرى في اوروبا، زي ما شفنا مثلا الاسبوع اللي فات يوفنتوس لعب مع ميلان خارج ايطاليا والريال لعب مع البارسا خارج اسبانيا، فيكون لينا كمان احنا دور في تنسيق ما بين وزارة الشباب والرياضة مثلا مع اتحاد الكرة، رابطة الأندية بالتنسيق مع وزارة السياحة، لأن ده الشق الأهم والأكبر اللي هيكون بيستفيد، يعني احنا هنكون بنستمتع ولكن سياحيا دي هتكون خطوة مهمة جدا في المقام الأول، يعني المنظومة الأمنية طبعا تكون بتأمن إن كل حاجة مقبولة وننجح بإذن الله في تنظيم مثل هذه اللقاءات الودية وتكون عودة كمان للجماهير بشكل أكبر. فشركة تذكرتي موجودة وليها دور مهم جدا في التنسيق والتنظيم، فنقدر نكون بنحاول في الفترة اللي جاية نحط ده كده في الأجندة اللي بنفكر فيها في التطوير، إن يكون في ماتشات ودية زي دي بتجمع ما بين فرق كبيرة ونقدم الملفات ديت لكل الجهات المعنية، وإن شاء الله يتم قبول فكرة زي دي حتى لو كمان منتخبات، يعني فرق كمنتخبات ألمانيا فرنسا مثلا موضوع مش مستحيل، أكيد محتاج تظبيطات وشغل كبير جدا، ولكن نقدر نكون بنشتغل عليه ونستضيف منتخبات كبرى تكون بتلعب ماتشات ودية. ما شفناش أي سياح جم من أي حتة في العالم إلا وانبسطوا وانبهروا وشافوا إزاي الشعب ده طيب وكريم، والخروج والأكل والسفر وكل حتة بيقدروا يروحوا فيها ويتبسطوا. فبغض النظر عن اي حد عايش في بلد، يا زي ما احنا نسافر بلد تانية نحس ان احنا منبهرين، لا لازم نكون عارفين ان اي حد بيجي بلدنا بينبهر وبينبسط وبيكون عارف قد ايه ان مصر دي عايز يرجع ويقعد فيها. نوال الانفلونسر الالماني يعني هو بجد التور بتاعته في اي بلد بتقتصر على 3 4 ايام، احنا شفناه جه مصر قعد له بتاع شهر وانا متاكده انه هيرجع تاني. فمصر مختلفه ومميزه وفيها اماكن كتيره جدا نقدر نكون بنستفيد وبنستمتع باستضافه احداث رياضيه فيها، وغير رياضية أحداث بشكل عام ترفيهية من ضمنها طبعا الأحداث الرياضية. فبالتوفيق في هذا الملف وإن شاء الله يتم النظر إليه في الفترة المقبلة ونشوف أحداث زي دي بيتم الاهتمام بيها من قبل المسؤولين وتكون موجودة في مجالات مختلفة مش بس بنتكلم على المجال الرياضي.